وتحيه برضو بصراحه، واحنا بنحيي كابتن علاء قبل ما ارحب بيه، احيي كمان اداره استن اللي تمسكت بالكابتن علاء، ومع اي ظروف صعبه ما خدتش اي قرار انفعالي، وثقت في راجل محترم مدرب كبير يقدر يتعامل مع هذه الظروف بنجاح دائما، الكابتن الكبير كابتن علاء عبد العال المدير الفني لفريق استن كومباني. انا بشكرك شكرا جزيلا على الاداء اللي انت عملته النهارده، وبهنيك كمان وبقول لك مليون مبروك الثلاث نقاط. الله يبارك فيك كابتن كريم، وانا اللي بشكرك على الكلام الجميل اللي انت بتقوله. اقل من حقك، دايما المباراه اكيد كانت صعبه والظروف صعبه، وبتلعب مع منافس برضه مش سهل. طبعا طبعا، فريق سيراميكا فريق كبير وفريق تقيل، عنده كميه لعيبه غير عاديه، اللعيبه كلها مستوى عالي، معاهم مدير فني محترم طبعا الكابتن احمد سامي، طبعا امكانيات ماديه سياده النائب محمد ابراهيم بيدعم بكل قوه. مباراه صعبه، لو اتفرجت على المباراه النهارده شرسه. صح، فريق سيراميكا بيلعب بشراسه ولا كانه بينافس على الدوري، ودي انا بحترمها فيه. في المقابل اللعيبه عندي لا، كانوا لعيبه على مستوى المسؤوليه، على مستوى الرجوله، على مستوى الاداء القتالي والرجولي والفني والتكتيكي. مباراة كانت صعبة بكل المقاييس، ثلاث نقاط غاليين غاليين جدا يا كابتن كريم، حطونا على طريق النجاة يا رب إن شاء الله بإذن الله. يعني مباراة المصري اللي فات كسبناها في برج العرب، كانت دي اللي حطتنا على أول طريق الهروب. النهاردة الثلاث نقاط دول بيحطونا على أول الطريق بإذن الله يا رب، إن شاء الله بإذن الله يكملنا على خير. الظروف الصعبة اللي مريتوا بيها الفترة اللي فاتت ونتائج مهتزة، وبدأت بعد كده النتائج تتحسن شوية، إزاي تعاملت مع الظروف الصعبة ديت وفي مرحلة ممكن تكون يأس للاعبين ويأس حتى للإدارة، إزاي تعاملت مع الموقف دوت بهدوء يعني؟ طبعا أنت عارف البداية كانت عاملة إزاي، كانت سيئة جدا. صحيح. وبعدين وجودي أنا طبعا إدارة نادي إستر كومباني برئاسة الأستاذ هاني أمان والمهندس ناصر عبد العزيز اتعاقدوا معايا، وجيت لقيت الامور صعبه، الولاد في حاله احباط شديده جدا. انما تعاملت مع الموقف، استغليت موقف فتره يناير وبطوله امم افريقيا، وتم تغيير 20 لاعب كابتن كريم، 20 لاعب. وخلي بالك اللي مشيوا المقابل المادي بتاعهم في التعاقد اغلى كتير من اللي احنا جبناه. ومع ذلك الحمد لله كان اختيار موفق اللاعبين، مع اختيار موفق للعيبه اللي قعدت استمرت، وبدانا ناخدها مرحله مرحله، ان احنا نطلع من قصه الهزايم، من قصه الاحباط، من قصه فقدان الثقه للعيبه لنفسها، وده اللي احنا كنا اشتغلنا عليه انا والجهاز. وبدانا نحسب نقاط، وما زلنا في المركز الاخير برضه، انت بتحاول بتعافر، ومع ذلك فرق كتيره فوقيك، والكل اجمع ان من اول فرقه الهبط هي استر كومباني، ومعها المخصه الصحوه الاخيره من بدايه الدور الثاني الحمد لله رب العالمين، وبالذات اخر ست مباريات احنا لعبناهم. صح. اربعه فوز واثنين تعادل. صح. دول نقلونا نقله ثانيه خالص. صحيح. وده دوافع للعيبه، بندي كل مباراه دافع ودوافع للاعبين، وهم بيستوعبوا بشكل كويس قوي. فاعتقد الحمد لله وصلنا لنقطة مهمة جدا، وهي النقطة 27 اللي جابت تحتنا ثلاث فرق أول مرة هذا الموسم إستر كومباني يعدي الثلاثة اللي تحت، يطلع من الثلاث مراكز اللي تحت. صحيح. النهاردة بس اللي جاي أصعب. طبعا طبعا اللي جاي أصعب، دي مش نهاية الطريق، دي بداية الطريق. أنا قلت لك كابتن كريم. صح. دي بداية الطريق إن شاء الله، عندنا مباريات صعبة جدا، ومش احنا بس، كل الفرق المتنافسه. صح. عندها مباريات صعبه، اللي صحيح. يقدر يتعامل مع الموقف ويقدر يحصل على النقاط، ربنا هيقدر له البقاء في دوري صعب جدا الموسم. عايز رايك في مباراه بكره، عشان هي مباراه في منتهى الاهميه في صداره الدوري طبعا، مباراه الزمالك وبيراميدز، شايفها ازاي؟ لا، مباراه طبعا زي ما حضرتك قلت، مباراه نقطه فارقه لنادي الزمالك بالذات، لو فاز بيها يعني اقترب كثيرا من بطوله الدوري بنسبه 70-80%. بيراميدز لو كسب لا، هيبدا يخش بقوه مع نادي الزمالك، وادى امل للنادي الاهلي تاني. يعني يبقى الثلاث الصراع هيظل لغايه اخر مباراه. صح. ما بين الثلاث انديه، انما لو بيراميدز كسب
اعتقد هيبقى اكثر حظوظا في الفوز بالدوري لو فاز بكره على الزمالك، والعكس صحيح. والعكس صحيح. كابتن الكبير كابتن علاء عبد العال المدير الفني لفريق اس كومباني، انا بهنيك مليون مبروك الفوز النهارده على فريق سيراميكا كليوباترا، وبهنيك كمان على المستوى في اخر 6 مباريات لفريق اس ان لا يخسر، 4 انتصارات وتعادلين، ده نتائج رائعه جدا مع مدرب قدير وكبير في الدوري المصري.